جنب حد بيشرب سجاير او شيشه، لان ده خطر. مش شرط ان انت ما تشربش يا حبيبي، برضو السجاير والشيشه لو حد بيشربها ممكن يتأذى اكتر. فمن فضلك تعمل اللي هقولك عليه ده. اولا لازم تاكل اكل بيحارب مرض السرطان، وسبق ونزلته عندي على اليوتيوب وعلى صفحتي على الفيسبوك اللي هو بوست مرضى السرطان، ولكن هقوله تاني. عين جمل هتجيب تلت كيلو عين جمل، ومعاهم 15 ليمونة، من ضمنهم 10 ليمونات معصورين وخمسة بقشرهم، وتعملهم في الخلاط، والعين الجمل بتسخنه مع 14 تومية، وده عالم بلغاري على فكرة اللي عامل الخلطة دي، مع 14 تومية بتسخنهم أو بتدقهم تمام، ومعاهم جنين قمح، ومعاهم عصير وعسل أبيض، معاهم جنين قمح حوالي ربع كيلو أو براعم قمح هيكون أفضل. ولكن إحنا ما عندناش وقت، أنا عايزاك تعمل الموضوع ده عشان بعد كده لما تروح تعمل التحليل تلاقيك خفيت إن شاء الله. فمن فضلك لو سمحت يا شيخ تعمل بقولك عليه، تمنع السكر خالص لو سمحت، وتاكل أكل كويس حتى لو غالي. ما تستكترش في نفسك يا شيخ، عشان أنا عارفة من كلامك كله اللي أنا بقوله في البرامج أنت بتستكتر. لا يا حبيبي ما تستخسرش نفسك، خصوصا بعد اللي حصل. وانا لو حصل او حد قدر يجيب لي رقمك هقول لك ايه سبب اللي حصل لك ده. للاسف اللي حصل لك ده بسبب حاجه واحده بس هي اللي جابت لك المرض دوت. فيا ريت تعمل اللي بقول لك عليه، لان انا حاولت اوصلك بشكل سريع من السبت اللي قبل اللي فات، النهارده الثالث 7 مايو 2019. فأرجوك من فضلك قبل العملية بحاول ألحقك، لو قعدت 4 أيام تاكل الخليط اللي أنا قلت عليه دوت، هتحط كله على بعضه وتاكله معلقة كل ساعة، مش شرط وأنت نايم تصحى يعني عشان تاكل تاخد منه، بتاخد معلقة كل ساعة لمدة 4 أيام. قبل 4 أيام هتكون جديد. أنا عارفة إن العملية أنت قلت يوم 5 رمضان تمام، فأرجوك لو سمحت من فضلك تعمل الموضوع ده لو حتى يوم واحد. هتلاقي نفسك لوحدك اي اعراض اتحسنت وما بقاش في اعراض، وهتلاقي التحاليل كويسه واتحسنت. انا عايزه اسالك سؤال، هل اتعمل لك كونسلت، هل اتعمل ولا هو انت بتمشي كده لوحدك كده يعني؟ انا عايزه افهم. انا مش عايزه اتكلم كتير، انا مش عايزه اتكلم، ولكن اللي انا عايزه اقوله لك انك بتقف باقل التكاليف، يعني هتكسب او هتستخسر يكون مثلا عين جمل، وقصدي تلت عين جمل 400 جرام وعسل ابيض نقي، عن انك تعمل العملية لو سمحت من فضلك. متستخسرش بصحتك، متستخسرش العملية، لانك ما تعرفش عاقبة العملية دي ايه، لانك ما تعرفش عاقبة العملية دي. مش عايزة اقول لك، مش عايزة اخوفك، ومش عايزة حد ينتقص فيا او يسبب لحد اي ضرر، واخد بالك؟ ومش عايزة انتقد اي حد من الدكاترة، ولكن الطب بيتقدم والعلاجات بتتحدث، يعني بتستحدث، يعني كل يوم بتحصل اكتشافات جديدة، كل يوم في أمراض معينة مستعصية اللي أنا بحب دايما أتابعها وبحب دايما أبحث عنها. كل يوم بتحصل اكتشافات واختراعات. الكلام اللي بقوله لك ده اختراع عالم بلغاري، ولو حصل إن أنا قابلتك هوريلك الكلام ده بنفسك. فمن فضلكم يا جماعة، اللي يعرف شريف مذكور لآخر مرة، ويا ريت الصوت يكون واضح، يبلغوا اللي أنا بقوله له دوا، يبعت له الفيديو، يعمل الخليط اللي قلت عليه وياخد معلقة منه كل ساعة، وياكل عادي براحته أي أكل ما عدا سكر، ياكل فراخ لو حتى مقلية بسمنة طبيعي أو زبدة، ما ياكل
جوز هند، لكن زيت القطن والصويا والكلام ده وعباد الشمس لأ، والذرة لأ. عايز يشرب قهوة، عايز يشرب نسكافيه، عايز يشرب شاي، يحط له حاجة بالسكر من غير السكر اللي هي السكروز أو أي حاجة مفيهاش السبرتم. ما يشربش كوكاكولا، ما يشربش عصاي، ممكن ياكل فاكهة زي الفراولة، زي جوز الهند، زي الأفوكادو فقط، زي البطيخ، ممكن البطيخ برضه. فلو سمحت يا سيدي من فضلك، عايز تفطر افطر بيض مسلوق، بيض مقلي بزبدة أو سمنة طبيعي فقط، زبدة خام، ما يتحطهاش أي حاجة تانية. في إيه تاني عايزة أقولهولك؟ بالنسبة للخضار، تاكل أي حاجة في الخضار ما عدا البطاطس المقلية أو المحمرة، يعني ما عدا البطاطس، تاكل أي حاجة في الخضار ما عدا البطاطا برضه، لما فيها سكريات، تاكل جرجير، تاكل ملوخية معمولة برضه بسمنة طبيعي أو زبدة، شوربة فراخ، تاكل لحمة حتى لو لحمة ضاني مش مشكلة حلوة، ما تاكلش سكريات خالص. السكريات بتغذي مرض الكانسر، وتقريبا كده أنا مش هقدر أتكلم معاك كتير لأنه هيفصل الفيديو، لكن بقولك تاني ألف سلامة يا شريف، وجرب تاكلش أي حاجة قبل العملية لو سمحت، قبل العملية من فضلك، وأنا ماليش مصلحة معاك في أي حاجة، لأن أنا أصلا عمالة أدور عليك وأسأل عليك، ودخلت صفحتك ورحت لصفحة الموقع منصة جيهاز بتكلم عنك، وبرضه معرفتش أوصلك، ورحت على الماسنجر الأستاذ وائل الإبراج وبرضه معرفتش أوصلك. فمن فضلكم يا جماعة توصلوا له الرسالة دي، يعمل اللي بقول عليه، يبطل سكر خالص وهو هيخس، ولا عملية ولا حاجة، غذية عصبات شديدة. وشكرا ليكم، وأي حد